بناية قديمة. هاي من حق أبو مجدي؟ الله أعلم. كان فيها بنات الأول. صارت تغير النشاط ولا غيرها؟ لا نفس النشاط. ثلاثة سقايل. صارت سقايل. سبحان الله. البناتشر ضعفت؟ ايه. والله هم تب تهدم شوفوا. كل عمارة أنا أرخها يبي يهدمونها. خلوا لنا شوية تاريخ يبوي. والله هاي بعد واحدة قديمة، هاي من عمارة أبو مجدي. السلام عليكم والله وبركاته. هاي من عمارة أبو مجدي. هاي ما تلت خيم ها؟ هاي ما تلت خيم. لا هاي ما تلت خيم؟ إيه هذه هي من ورا. إيه. إيه والله أنت لفيت حواليها ما شاء الله عليك. كل ما شاء الله. ما شاء الله. حرام جماعة بردانيين بالشارع واقفين. لا ما في شتاء السنة هذه. ما إجا شتاء. مرته مريضة. أمس دخل فصل الشتاء. أمس المربعانية أول يوم المربعانية. يا رب الله. كان فيها منو ساكنين ابو مجدي؟ امين امين عقبال ما يتزوج ويفرج ابو مجدي. قول ما شاء الله منو كان ساكن عماره الخيم فهد سيمان الخيم؟ مالك سيد منو كان ساكنها؟ اوه فيها لبنانيين. حياك هلا سيدي. ادور قديم وما لقيته. سبحان الله اختفى. يلا يا رجل انت.